جمهورية مصر العربية أمامكم حفل استصدار الرأي الاستشاري الذي قدمته جمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلبته منكم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد عقود من الاحتلال والتشريد والتمييز العنصري والعنف الممنهج والمعاناة البشرية التي يواجهها شعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي. إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا غزة مستمرة، إذ استشهد 29 ألف فلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي. إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وتفرض سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة، والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني، ويفشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، ويتضح بأن إسرائيل تستمر في هذه الممارسات وفي الضفة الغربية، إذ أنها تفرض قيود على الحركة وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد مواطنين الفلسطينيين، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التحتية الخاصة في هذا ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول. إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل هذا الاحتلال غير القانوني الدائم، إنه من الصادم. وفي هذه اللحظات الحرجة أن بعض الدول وبدل من أن تمارس مسؤولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة، بدلا من التركيز على احترام القانون الدولي. السيد الرئيس في هذا البيان سأركز على 4 نقاط، وأما النقطة الأولى فهي ولاية واختصاص المحكمة الموقرة والإطار القانوني في معالجة الاحتلال الإسرائيلي المنتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني فعل هذا الاحتلال، بالإضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان. أولا سأبدأ بموضوع الاختصاص والولاية، إذا أنا دول أعضاء بعض دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول بأن قراركم سيؤثر على المفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذه القضية غير مقنعة ونعارضها، ولا بد من النظر في الطلب الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التفويض الممنوح لها على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية. إن هناك أكثر من رئيس شاري صدر عن محكمتكم بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة، خاصة بأن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص هذا اليوم. الجمعية العامة للأمم المتحدة رجعت إليكم بهذه المسائل القانونية والتي تتطلب استجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم، وأستذكر هنا بأن هذه المحكمة أصدرت قرارا
بناء على مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية، إذ أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية. وفي هذا السياق أصدرتم حول جدار الفصل العنصري رأيا استشاريا، ولم يضر ذلك